هلا حطيت ثوم، شوية زيت زيتون، حطوا من بعد اللحم، بعد نضيفوا طوماطو بيست، بعد نضيفوا صلصة طماطم، دو شوية ملح، شوية القرفة، قص بصلة، طماطم فريش. أنا بغيت نستعمل بيشاميل لايت لأنها خفيفة وقليلة الدسم. وبعدين شوية ديال الجبنة الموتزاريلا والباستا اللي سلقناها من قبل. من بعد كناخذوا الخلطة تاعنا ديال اللحم وكنزيدوا الباقي تاع الباستا ديالنا، كنزيدوا نضيفوا صلصة البيشاميل من فوق، وآخر شيء قبل ما تدخل الفرن كنعملوا الجبنة الموتزاريلا. وكما كتشوفوا الصحن ديالنا موجود.